معرض العلمي، حيث عرض عدة أعمال فنية للرسام الإيطالي رافائيل الذي يعد واحدا من أشهر الرسامين الإيطاليين، ويجمع فنه بين دقة التنفيذ وتنسيق الخطوط وانتقاء الألوان، وله تأثير كبير على فن التصوير في عصره، وله العديد من اللوحات المعروضة في متحف اللوفر في باريس وإيطاليا ومتحف الفن في الفاتيكان وروما. أعلن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية أنه تم اختيار الهند لتكون ضيف شرف مهرجان الصيف الدولي 14. ستشارك الهند بعروض رقص تقليدي وموسيقى شعبية ضمن أكثر من 40 فعالية من موسيقى ومسرح سينما ورقص تقليدي. مهرجان الصيف الدولي هو موسم ثقافي كبير وتقليد أرسته مكتبة الإسكندرية ليضفي مذاقا خاصا بألوان متعددة لصيف الإسكندرية، وهذه الدورة هي الثالثة بعد التوقف. أما مركز فنون فهو حريص على تقديم منتج ثقافي يوازن بين الأشكال الجديدة من الفنون وكلاسيكيات الفن المصري المستمر في جذب مختلف أنواع الجمهور. يتبارى 115 خطاطا من 15 دولة عربية وأجنبية في تجسيد جماليات وفنون الخط العربي بجميع أشكاله في الدورة الثانية للملتقى الدولي للخط العربي، ويشكل الملتقى فرصة سنوية للدارسين والباحثين لتوثيق فنون الخط العربي من خلال ورش العمل والأبحاث الأكاديمية والندوات العلمية، ومن أنواع الخطوط المقدمة بالملتقى الكوفي والثلث والديواني والنسخ والرقعة. ملتقى الخط العربي في مصر تتميز هذه الدورة أيضا بتخصيص جوائز مالية للأعمال الفائزة بعدما اقتصر الأمر في الدورة السابقة على شهادات تقدير لتشجيع الخطاطين المبتدئين من الشبان على العمل والاجتهاد، ووصف القائمون على هذه الدورة بأنها ستكون أفضل من عدة جوانب سواء على مستوى المشاركة من خارج مصر أو من حيث تنوع المدارس الخطية المشتركة. هي كانت أبرز الأخبار الثقافية على الساحة العربية والعالمية، أخبار وعناوين جديدة دايما رح نلاقيكم فيها بكرة، ورح نتابع أكيد هلأ بمحطات صباحنا غير التالية، وأكيد عندك ليا أكيد وبحلب رح نبقى، لكن هاي المرة بجولة على أهم الصناعات الطبية والدوائية يلي عرفتها الشهباء على مر التاريخ، ويلي بقيت سر عرفوا أبنائها على مر العصور، فمن صابون الغار للزعتر الحلبي والصناعات الدوائية على مستوى العالم رح يكون محور حديثنا لليوم مع الدكتور شادر الخطيب رئيس الجمعية السورية للأعشاب والطب التجميلي التكميلي والتجانسي والتغذية. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. يعني بفقراتنا الأولى حكينا عن حلب وحكينا عن المدينة الثقافية والإرث الحضاري، اليوم بدنا نخصص كمان الجانب الدوائي والصناعات الدوائية يلي بحلب، خبرنا أكثر عن أشهر الصناعات الدوائية اللي بتشتهر فيها. تمام، بالبداية بشكركم لتسليطكم الضوء على حلب، وخاصة نحن حلب حاليا عم تمر بظروف صعبة، وإن شاء الله حلب عصية على الإرهاب. طبعا حلب منذ القدم بدأت بصناعة الدواء. 1956 كان أول معمل مرخص بشكل رسمي بوزارة الصحة، وأنتج الدواء بشكل خاص. معمل آسيا كان في عنا، أيضا معمل الشهباء موجود أيضا بال 48. أيضا هناك العديد من المعامل الدوائية، حوالي 30 معمل اليوم عم نحكي للصناعات الدوائية المتطورة. نحن اليوم بحلب الصناعات الدوائية لم تكن على الإطلاق
في وقت من الأوقات إلا على آخر ما توصل له العلم. يعني نحن قدرت هذه المعامل على أن تحصل على العديد من الشهادات العالمية، شهادات الجودة والتصريح بالتصدير العديد من الدول. عدد كبير من المنتجات التي أنتجتها هي المعامل الدوائية وصلت إلى حوالي 36 دولة حول العالم. صناعة متطورة جدا، قبل بداية الحرب الكونية على سوريا أدخلت بعض أنواع الصناعات، صناعة الهرمونات المتطورة جدا، الإنسولين كانت صناعة رائدة جدا، أيضا صناعة لبعض أنواع القطرات العينية التي تستخدم لمرة واحدة وهي كمان جديدة بسوريا، العديد من الصناعات. الحقيقة الصيادلة في حلب والأطباء والكادر الصناعي كادر متطور جدا، عملوا خلال السنوات الماضية على تطوير ما يعني يساعد المنتج السوري للوصول العالمية. والحقيقة نحن بنقول حلب من المدن التي اشتهرت عبر التاريخ في الصناعات. طبعا أهالي حلب دائما هم يشتغلوا بالصناعة بأنواعها، يعني نحن بنقول صناعة دواء، أيضا هناك صناعات متممة للدواء، من صناعة كرتون، بلاستيك، طباعة، إلى صناعة الزجاجيات، كلها كانت متوفرة في حلب. يعني أنت في حلب بيئة صناعية يتوفر كل شيء على الإطلاق، لا يوجد شيء يؤخذ من مصادر خارجية. الحقيقة حتى صناعة المواد الأولية لو أن هناك بعض الوقت وجدوى مالية كان تم صناعة المواد الأولية. الصناعات التي بدأت في حلب كانت بفترة من الفترات هي الرافد الأساسي للصناعة الدوائية في سوريا، بعدين تطور موضوع صار يعني انتشر في ريف دمشق، في حمص، في دمشق. بالإضافة أنه حلب تتميز بصناعة بعض المستحضرات اللي هي نحن نسميها مستحضرات التجميل الكوزماتيك، من ضمن مثل ما ذكرتي صابون الغار. صابون الغار الحلبي يعني لليوم أي مواطن ممكن يكون بأي دولة من الدول الأوروبية بده يطلب صابون، بيطلب صابون غار حلبي، وبالتالي يتم تقليد هذا الصابون من قبل العديد من الدول، بيقولوا انه هذا يشبه صابون الغار الحلبي، فهو عرف بان اذا بدك تستخدم نوع متميز فتوجه لصابون الغار الحلبي. بنشوفه بكل السوبر ماركت 100% موجود بكل انحاء العالم، بكل انحاء العالم صابون الغار الحلبي الهاند ميد، الصناعه اليدويه. هنا بدهم اياه صناعه يدويه، بدهم اياه مثل ما هو، مثل ما يعني نحن اشتهر صابون الغار لانه الحقيقه خلال صناعه صابون الغار اولا استخدام زيت الغار الطبيعي، استخدام ايضا زيت الزيتون النوع الفاخر في صناعه الصابون. والحقيقه يعني اذا بنعود نحن بالتاريخ بنعرف بانه بفتره من الفترات التي لم يكن هناك فيها اهتمام بالنظافه في بعض الدول الاوروبيه كانت حلب مناره لصناعه مستحضرات العنايه بالبشره والتنظيف خلينا نقول هذا النوع من الصابون وانواع اخرى من الصابون. الحقيقه هي يعني صيدليه متكامله. يعني اليوم نحن بنقول صابون غار لتاريخ اليوم، هذا الصابون يعتبر معيار للانواع الاخرى من الصوابين، واصبحت الصناعه يعني تختص بها حلب عبر العصور وفي العالم، بيقولوا صابون غار حلبي. فهو مرتبط هذه الصناعه بحلب وليس بدول ثانيه او محافظات ثانيه، على الرغم انه البعض حاول يقلد ويبيع على اسم الصابون الغار الحلبي، وتميزه لاستخدام مركبات طبيعيه بالصناعه، وايضا هذا النوع من الصابون بيعطي الكثير من الفوائد الطبيه الحقيقه، سواء للشعر او للبشره، واثبتت هذه الفوائد، واليوم حاليا صارت مستخدمه يعني بالعديد من الشركات المتطوره، صارت تستخدم الغار وزيت الزيتون بمستحضرات التجميل، وعادوا للوصفه الحلبيه القديمه. هذا فيما يتعلق بموضوع مستحضرات التجميل. الحقيقه في العديد من المعامل، يعني عندنا حوالي كمان عم نحكي نحن عن 60 معمل مستحضرات تجميل وصناعات متممه لصناعات الدواء ايضا موجوده في دكتور مدينة خلينا حلب. كمان نحكي عن الزعتر الحلبي، كمان
يلي مثله مثل صابون الغار، يلي كمان مشهور بكل انحاء العالم. يعني الحقيقه هي وصفه، وهي وصفه غذائيه. تمام. اكيد تمام. طبعا خلينا هي وصفه يعني غذائيه. هذه صناعه الغذاء معروفه حلب، يعني يعني الغذاء والطعام شهرتها كبيره جدا حول العالم. تمام. فهي الوصفه هي وصفه، يعني الزعتر نحن موجود في بلادنا نبات الزعتر. الحقيقه وصفه الزعتر هي ليست نبات، لا تقتصر على نبات الزعتر، فيها سمسم، فيها فستق حلبي، فيها سماق، فيها كمون. هي الوصفة وهي التركيبة بطريقة تحضيرها بمذاقها الرائع، بالشكل، بالألوان اللي موجودة فيها، بالفوائد الطبية، أصبحت موجودة في كل دول العالم. وحتى بأمريكا اليوم في عنا شيء اسمه زعتر، يعني باللغة الإنجليزية اسمه زعتر، أليبيان زعتر، الزعتر الحلبي. فهي الوصفة كمان دخلت غزت جميع الأطباق، ولا يمكن أنه حدا يتغلب عليها. صار في كتير أنواع منه يعني تشابه الزعتر الحلبي، بس بيبقى صناعته تعود تاريخيا لهي المدينة العريقة. اللي قدمته حقيقة فيه قيم غذائية عالية جدا، ويساعد في الهضم، يساعد أيضا في تعويض الفيتامينات. وجود السمسم بيعطي محتوى أوميجا للشخص اللي بياخده، بيساعد الأطفال حتى في النمو جيد. يستخدم في بعض الأحيان عند الإصابة بحالات إسهال، في له دور كتير إيجابي نتيجة وجود بعض النباتات اللي تحتوي على العفص. يعني هاي التركيبة، هاي الوصفة الحقيقة تاريخيا ودخلت بكل يعني المناحي الحياة فيما يتعلق بموضوع الغذائي، يعني سواء ضمن الوصفات اللي موجودة بالمطاعم، بشكل ضمن الفطاير. يعني صار موجود الزعتر، موجود بشكل كتير كبير، وكله زعتر حلبي. زعتر يعني حلبي هو صاحب النكهة الأساسية. 100% يعني أكيد. دكتور، كنا عم نحكي قبل شوي عن بعض الصناعات يلي بدأت يمكن بالازدهار وحتى تنتشر بمحافظة حلب، لكن للأسف بسبب الحرب ما بعرف يمكن شو صار وضع. هلأ بدك تحكي لنا عن هي الصناعات الدوائية، ترى هل تم نقلها إلى محافظات أخرى أو حتى انتشرت بباقي المحافظات السورية؟ الحقيقة رح نقول نحن الحرب خلينا نقول الظالمة على مدينة حلب، طبعا هي على سوريا كلها، يعني بس حلب استهدفت كل جزء وكل. تمام. حلب يعني دائما تشرق الشمس المعامل دائرة، يعني في بعض المعامل أنا بستغرب، يعني كنا نعرف معامل أنه لم تغلق، يعني من يوم اللي فتحت للأزمة لم تغلق، بتشتغل ثلاث شيفتات 24 ساعة، فيعني عمله مستمر دائما. فنحن اليوم عم نحكي عن تطور كبير جدا، عن رأس مال ضخم، عن مدينة صناعية يعني تضاهي المدن الصناعية الموجودة في الشرق الأوسط. طبعا هي الصناعة طبيعي بتحتاج لبيئة آمنة. للأسف نحن ما بس أنه كان في عنا نحن استهداف فقط للمدنيين، كان في عنا استهداف للصناعة بحلب من قبل يعني المرتزقة اللي جايين من تركيا ليسرقوا هالمعامل اللي هن يعني خلال فترة يعني العلاقات الجيدة مع تركيا كان في خبراء كتير يجوا ويشوفوا، فعلى ما يبدو كانوا عم بيسجلوا كل التفاصيل هي، لأنه عملية نقل هي يعني نحن الصناعة الدوائية جزء من منظومة صناعة متطورة جدا، منها صناعة النسيج بمدينة حلب والصناعات الأخرى الكيميائية المتطورة جدا جدا. فتم فك هذه المعامل ونقلها إلى تركيا، وتم بيعها يعني أرقام ما بتتوازى مع الواقع. وهذا الكلام بدل على عدم معرفتهم لقيمة هذا الموضوع، لكن استهداف ومنهج وتخريبي. الحقيقة جزء من المعامل تأثر وتضرر بشكل كبير. نحن المعامل الأدوية وصلت لمرحلة صار في عنا شيء اسمه Research and Development، اللي هو تطوير وتحديث في مجال الصناعة الدوائية. لم تقتصر فقط على الصناعة، دخلت في مجال الأبحاث، بالإضافة أنه صار في عنا مجموعة من المعامل التي تختص بصناعة النباتات الطبية والأدوية النباتية، والتي لها علاقة مع ألمانيا ومتطورة جدا جدا الحقيقة، ويعني نقلت نقلة نوعية لصناعة الأدوية النباتية أيضا. من حلب بدأت هذه المعامل. نحن اليوم هذه المعامل، معظم هذه المعامل يقع في مناطق خلينا نقول خطرة، وبالتالي العمل مستمرين بالعمل ولكن بخطورة شديدة جدا. بس نحن اليوم الشعب الحلبي معروف عنه بأنه هو بحب الاستمرار بالعمل تحت أي ظرف، لذلك مستمرين في العمل، والبعض منهم نقل جزء من هاي الأعمال يعني محافظات نوعا ما أكثر أمانا بالفترة الحالية.
نتمنى نحن من الله أن يوفق الجيش العربي السوري وأن يعود الأمن والأمان، لأن حلب الحقيقة يعني كان صعب جدا اللي صار. الحلبية لم يغادروا حلب إلا اللي غادروا مكرهين تحت تأثير، لأنه نحن بنرجع ببداية الأحداث كانت الصناعة الحلبية مستمرة، ولتاريخ اليوم عم ترفد السوق الدوائي السوري بشكل كبير من الأدوية، تمام، ولا زال فعال وآمن هذا الدواء، لأنه نحن منظومة العمل الصناعي هي منظومة مرتبطة بالمواطن الحلبي، هو بده يشتغل بأي وقت، بده يضل مستمر بالعمل، فلذلك كان في حلول دائمة، ونحن دائما بنقول يعني الحاجة أم الاختراع، وبالتالي دائما في حلول لكل مشكلة تنتاب هذا الشعب العظيم، بوجه له تحية كبيرة عبر شاشتكم، وإن شاء الله يا رب نحن بترجع يعني حلب لسابق عهده، والحقيقة هي عبر التاريخ تعرضت للكثير من أوضاع الظلم، كما ذكرتون أنتم خلال معرض حديثكم، حلب عدة مرات تعرضت لزلازل، لحالات، لبعض الأمراض فيما سبق، وقامت من جديد، وغزو الغزاة سابقا ومع هيك قامت من جديد وعادت لحيويتها، وهذا مأمول إن شاء الله، وهذا رح نشوفه في الكوادر الموجودة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. دكتور خلينا شوية نحكي قديش إرادة الحياة لدى الشعب الحلبي كتير كبيرة، يعني برغم كل الظروف نحن مثل ما ذكرت حضرتك إذا انتقل الحلبي لغير محافظة عم ينشئ، يعني عم يعمل شيء من ولا شيء، يعني قديش مهم نحن نحافظ على هذا الشيء الموجود بداخلنا وكمان ننقله لجيل يمكن هو ما واكب هي الوهج الصناعي الضخم لمدينة حلب. تمام، أنا بدي ركز على نقطة كتير أساسية. نحن يعني سابقاً وقت اللي كانوا يزورونا الأوروبيين لمدينة حلب يستغربوا بأنه في أماكن صناعية مثل منطقة الراموسة، مثل منطقة العرقوب، بأنه عم بيتم صناعة كل شيء، يعني هن بيعتبروا صين الشرق الأوسط هي حلب. نعم. يعني إمكانية تصنيع كل شيء، ما في شيء مستحيل. الخبير الحلبي حينما يزور معرض من المعارض الدولية لصناعة المكنات، يعني احنا كنا عم نحكي مع الصناعة الدوائية بالتوازي مع صناعة يعني المكنات والآلات الدوائية متطورة جدا، وصلنا إلى مرحلة متطورة جدا وتصدر صناعة المكنة الدوائية بوفق الشروط الجي ام بي، شروط التصنيع الجيد، متوفرة في حلب وخدمت العديد من المعامل حتى خارج حلب. والحقيقة إرادة الحياة اللي موجودة عند الشخص مرتبطة برغبته بالعطاء، رغبته بالعطاء بغض النظر عن الظروف. دائما نحن هي النقطة الأساسية اللي نحن أنا يعني بشوفها بالحلبية، بأنه رغم كل الظروف بدهم يبدأوا بالعمل من جديد، يعني بيروح البيت بيرجع، بتروح مكان العمل بيرجع بيعمل في مكان آخر وبيرجع بيحط كل ما يملك من 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 مال في سبيل إعادة إعمار عمله مرة أخرى بدون الانتظار مثلا تعويضات أو هيك. لذلك نحن بدعم هذا الشعب رح نرجع نتخطى إن شاء الله هذه المشكلة اللي هي موضوع يعني الصناعات الدوائية أو الصناعات الثانية رح ترجع مرة ثانية لتغطي حاجة السوق بشكل كتير كبير. الحقيقة نحن بعدد الكبير من الصيادلة والمتخصصين والخبراء الموجودين بمدينة حلب كان يعني منارة للدول اللي حوالينا. عدد المنتجات يعني وصلت عدد المنتجات اللي بتصنع سوريا حوالي 8500 منتج دوائي. نحن اليوم ما كنا بحاجة لنستورد إلا الكمية القليلة، وحلب كان لها دور أكبر في هذا الموضوع، طبعا بالإضافة للدور بقية المحافظات اللي نحن منقدره تماما، ولكن كمحافظة تعرضت لهذا الظلم الكبير استطاع أهلها أن يتغلبوا على ذلك وقاموا بالعمل رغم كل هذه الظروف. إرادة الحياة كبيرة، ونحيي إرادة الحياة والصمود الموجود عندهم اللي هو منبع النجاح. كمان على هاي المواد مثل الصابون، مثل الزعتر، مثل كتير قصص تشتهر فيها حلب، حتى الصناعات اليدوية يمكن بعدهم محافظين حرف عليها. اليدوية تمام، بعدهم موجودين ومتابعين أعمالهم. الحقيقة ما بتوقف على العمل. يعني هذا نحن بنقوله، نحن شعب لا يتوقف
توقف عن العمل. صحيح. وهذا اللي بيخليه دائما ينجح ويتجاوز كل المحن، لأنه نحن باستمرار العمل بإمكاننا نرجع ننتج، ولما بننتج هذا الإنتاج هو اللي بيوصلنا للعالم. أما التوقف والاستيراد واستخدام هذا بنصير نحن يعني ما بنحقق الأمن الدوائي والأمن الغذائي. نحن عم نصنع بإيدنا كل ما يستلزم ل يعني حياتنا اليومية، سواء من الغذاء أو من الدواء أو حتى مستحضرات التجميل. وما شابه، وكله موجود بأيادي وخبرات محلية وطنية. يعني معنا نحن مثل غير دول منجيب، نحن بنعتمد على عمالة أجنبية، نحن ما عندنا عمالة أجنبية، نحن بنعتمد على خبرات محلية وطنية متدربة. وهي هذا اللي أثبت أنه لما اللي طلعوا لمناطق أخرى مثل ما تفضلتي أو لأماكن خارج سوريا، نقلوا هاي الثقافة، ثقافة العمل المستمر والإبداع في العمل وابتكار الحلول، اللي هي ثقافة يعني حلبية بامتياز. نعم. يعني فعلا دكتور ما في أحلى من أنه نضوي شوي على الثقافة الحلبية وترث هي المحافظة، إرث هي المحافظة يلي مثل ما حكينا قدي فيها آثار وقدي فيها فعلا، إن كان صناعات وإن كان يعني كل جزء فيها هو حكاية لحاله فعلا مثل ما حكينا اليوم. طبعا. رسالة لكل العالم يمكن اللي عم بتشوفنا، لأهلنا بحلب يلي بعدهم موجودين فيها، ومثل ما تفضلت وحكيت بيروح البيت بيلاقوا شيء ثاني بديل أكيد، وبيستمروا بأعمالهم وبحياتهم. أنا بدي أقول لك يعني واحدة من المظاهر اللي يعني تتوقفي عندها كثيرا، أسواق حلب طبعا دمر معظم أسواق حلب القديمة أو كلها، إذا ما قلنا كل الأسواق اللي تحيط بالقلعة القديمة دمرت بالقذائف الإرهاب والحقد. بتستغربي أنت لما بتمرقي بشارع مثل شارع الفرقان بتلاقي أسواق حلب نموذج عنا صار موجود، يعني الناس اللي كان عندها أماكن ومحال تجارية نقلت إلى الفرقان، فاختصرت حلب في يعني شارعين أو ثلاث شوارع، ورغم هيك ظلت الحياة موجودة، بتلاقي كل أنواع الصناعات بعدها موجودة بهي الشوارع. وهذا الكلام نحن عشناه فترة طويلة بحلب، وللأسف هاي الأسواق اللي اختصرت ونقلت إلى مكان ثاني كمان استهدفوا الإرهابيين، ونحن شفنا كيف القذائف اللي كانت بالفرقان واللي حصدت الكثير من أرواح المدنيين، لأنه هاي المنطقة هي المنطقة البديلة عن الأسواق القديمة نقلت إلى هنا. يعني نحن أنا بدي أقوله الشعب الحلبي وين ما كان موجود قد ما حصروا عم يرجع يشتغل، وعم يرجع بيعمر وبيرجع بيصنع وبيحقق هالنوع من الاكتشاف. فنحن بنسميه ومحافظ على وجوده، على الرغم انه الكل قادر على انه نتيجه انه يعني في البعض عندهم بحبوحه ماليه فبيقدر ينتقل لمكان اخر بيقول لك لا حلب ما فيني اتركها رح نعمرها لحلب. لذلك انا بقول لك يعني نحن بمجرد ان شاء الله ما يكتمل الانتصار الكبير نحن ان شاء الله ناطرينه بحلب بمساعي وهمه ابطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفه والأصدقاء، إن شاء الله رح ترجعوا تشوفوا حلب كيف رح يعني يرجع هذه الصناعة والقلق والتجارة. حلب على طريق خان الحرير، حلب النقطة التي تصل الشرق بالمتوسط تجارياً عبر التاريخ، أقدم الأسواق في حلب، أقدم مدينة مأهولة. فيعني حضارة قديمة جداً، عاصمة كانت لل يعني الأموريين، كانت موجودة على أيام العديد من الحضارات القديمة، بإبلة كان لها دور كثير مهم. وبالتالي هالمحافظة هالمدينة القديمة قدم التاريخ هي عصية على الغزاة دائما. نعم. هذا الكلام يعني معروف عن حلب أنه هي عصية على الغزاة، وتقوم مرة أخرى من جديد بهمة أبناء إن شاء الله، وإن شاء الله بالنصر المؤزر اللي نحن بانتظاره. كل التحية للشعب السوري عموما، للشعب الحلبي على وجه الخصوص اللي عم بيعاني كثيرا من انعدام الكثير من مقومات الحياة، ورغم هيك عم بيعيش كهرباء ما في ممكن لعدة أشهر، بيقاموا بابتكار حلول بديلة، مي، يعني حياة صعبة تحت القذائف وفي تهديد خطر الموت، ورغم هيك عم يعني يقوموا بحلول لهذا الموضوع. كل التحية بوجه لهم، تحية لأهلي بحلب، وإن شاء الله يا رب نحن بالنصر المؤزر بتكون نهاية الحرب الكونية على سوريا، تكون تنطلق من انتصار حلب إن شاء الله. يا رب. أكيد نحن منضم صوتنا لصوتك دكتور شادر الخطيب، رئيس الجمعية السورية للأعشاب والطب التكميلي والتجانسي والتغذية. شكرا كثير لك.